مبادرة مصر 2020 ضد السمنة برعاية شركة هيلثي لايف. لو نفسك تخس وتوصل لوزنك المثالي اتصل بينا هاتفيا أو واتساب واحصل على كرسي تخسيس مجانا. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وان شاء الله اول حلقاتنا النهارده من برنامجنا مظبوط بالميزان. كلامنا هيكون كله ان شاء الله على انظمه الدايت، كورسات التخسيس، ازاي نوصل بيه كل حل امن وسريع لحياه صحيه افضل وجسم رشيق. النهارده البرنامج برعايه شركه هيلثي لايف، وان شاء الله باذن الله معاكم بمبادره مصر 2020 للقضاء على السمنه. المبادرة مقدمة برعاية شركة هيلثي لايف يا جماعة. ان شاء الله هنحاول نلخص لكم كل ما يخص السمنة والحصول على القوام الرشيق النهاردة في الحلقة والحلقات الجاية ان شاء الله بإذن الله. بحب اصبح على سارة. صباح الخير يا نور. صباح الخير على كل مشاهدين الصحة والجمال. النهاردة في اولى حلقات مظبوط بالميزان هنتكلم عن كل الطرق السليمة اللي هتخليكم ازاي تقدروا تخسوا وازاي تكونوا بقوام رشيق. هتكلم كمان عليها بالجزء النفسي والجزء العلمي وعشان توصلوا لكل الوزن المثالي اللي انتوا عايزينه. ان شاء الله يا نور النهاردة عندنا فقرتين. الفقرة الاولانية هتكون مع ازاي هيبقى عندنا التهيئة النفسية لمرضى السمنة. اول حاجه هنعملها ان احنا هنخليهم دايما بروح معنويه مرتفعه، وده هدفنا من البرنامج طبعاً. دي اول حاجه لازم نعملها ان شاء الله. هيكون معنا الاستشاري احمد البدوي، استشاري العلاقات الاسريه وتطوير الذات، هيكلمنا ازاي نهيئ مرضى السمنه للتهيئه النفسيه السليمه وازاي ما يجيلهمش الاكتئاب خلال فتره الرجيم اللي هم بيعملوه. دي الفقرة الأولى إن شاء الله بإذن الله، وهنتكلم مع أستاذ أحمد البدوي إن شاء الله بإذن الله يا جماعة تهيئة المريض السمنة إن هو يخش مرحلة الدايت ويطلع منها بأفضل النتائج الممكنة، وهي الآثار السلبية اللي بتعود على مريض السمنة، الآثار السلبية النفسية اللي بتعود على مريض السمنة بسبب السمنة. هنتكلم إن شاء الله في كل التفاصيل دي بإذن الله مع أستاذ أحمد البدوي. انتظرونا إن شاء الله، هنطلع بتقرير ونرجع لكم تاني. مبادرة مصر 2020 ضد السمنة برعاية شركة هيلثي لايف. لو نفسك تخس وتوصل لوزنك المثالي اتصل بينا هاتفيا أو واتساب واحصل على كرسي تخسيس مجانا. مبادرة مصر 2020 ضد السمنة برعاية شركة هيلثي لايف. لو نفسك تخس وتوصل لوزنك المثالي اتصل بينا هاتفيا او واتساب واحصل على كرسي تخسيس مجانا. مبادرة مصر 2020 ضد السمنة برعاية شركة هيلثي لايف. لو نفسك تخس وتوصل لوزنك المثالي اتصل بينا هاتفيا او واتساب واحصل على كرسي تخسيس مجانا. ازاي تبقى شخص واثق في نفسك ومظهرك؟ الوصول للجسم المثالي هو حلم كل شخص فينا، سواء كبير، صغير، بنت او حتى راجل. وفي سبيل تحقيق الحلم ده بنضطر للأسف نصرف فلوس كتير ونبذل مجهود أكتر، بس بنتصدم بمشكلة تانية وهي اللي هنتكلم عنها النهاردة في حلقتنا، وهو ازاي نخس بدون ما نبقى شايلين عبء الرجيم وحاسين إن فترة عقاب ما بتنتهيش. كتير مننا بيقف متردد قدام خطوة الرجيم عشان الأحاسيس والطاقة السلبية اللي بتظهر في الفترة دي، وده اللي بيخلي كتير مننا يوقف رجيم بعد فترة قليلة جدا وما يكملش.
فإذا كان حلم الوصول للوزن المظبوط هدف، فأهم خطوة لتحقيقه هي الحالة النفسية السليمة أثناء الرجيم. أسئلة كتير جداً بتواجهنا في موضوع الرجيم، هنعرف إجابتها كلها في حلقتنا النهاردة من برنامجكم مظبوط بالميزان، تحت مبادرة مصر 2020 ضد السمنة، برعاية شركة هيلتي لايف لأفضل منتجات التخسيس والتجميل. ورجعنا لكم تاني وهنكمل ان شاء الله بقيت برنامجنا مظبوط بالميزان، ومعانا الاستشاري احمد البدوي. اهلا بحضرتك استاذ احمد، استشاري العلاقات الاسريه وتطوير الذات. النهارده هنتكلم ان شاء الله عن الاثار النفسيه السلبيه اللي بتحصل لمريض السمنه وبتقابله وبتواجهه في الحياه، يعني من خلال الاخرين والضغط النفسي عليه هو الواقع عليه هو بسبب السمنه. نفيد ازاي مريض السمنه ان هو يتخلص من الاثار السلبيه لمرض السمنه؟ بس الاول خلينا نقول ان احنا لازم نهيئ الشخص اللي عايز يخس تهيئه نفسيه. يعني فكره ان احنا نخس دي عامله زي موضوع الادمان كده، عشان اتخلص من الادمان ببقى محتاج تهيئه نفسيه. تهيئه نفسيه فعلا، عشان وانا مقبل على اي عمل مهم او حاجه كبيره برضو بحتاج تهيئه نفسيه. فمبدئيا الشخص اللي عايز يخس ده محتاج مننا واحد انه يشيل من دماغه فكرة انه عايز يخس اصلا. هو عايز يعمل ايه؟ هو عايز يعيش حياة صحية سليمة بالضبط. يعني عايز يبدأ نقول مثلا انه عايز يغير عادات سيئة كانت موجودة بالضبط، مجموعة عادات عايز يغيرها ومجموعة عادات تانية ايجابية عايز يبدأ يعملها الفترة اللي جاية. فيبقى التارجت بتاعي ايه؟ انا مش عايز اخس، لا انا هخس اوريدي من اللي انا هعمله بامر الله. انا هخس من خلال حياه صحيه افضل بالظبط، اتبع نظام حياه صحي احسن. تمام، ايجابيات هعملها وسلبياتها ايه؟ هبطلها بالظبط. سلبيات كتير بقى زي مثلا الاكل الكتير، اكلات معينه، استخدام زيوت وسمنه بشكل مبالغ فيه يعني طبعا ان شاء الله مع بعض. فدي اول نقطه، ان عندي انا مش جاي اخس، انا مش هدفي اخس، انا هدفي ان انا عندي شويه عادات سلبيه هغيرها وعادات إيجابية هبدأ أعملها الفترة الجاية. النقطة الثانية في موضوع التهيئة إن أنا ما أحطش التارجت الكبير، يعني مثلاً أنا عايز أخس 30 40 50 واتيفر الرقم اللي أنا عايزه، مش ده يبقى التارجت بتاعي. التارجت بتاعي دايماً يكون نفسياً كده 5 كيلو، ما زودش عن التارجت بتاعي يكون 5، هدفي 5 كيلو. أخس الخمسة الأولانيين دي مرحلة، ما أفكرش في الخمسة التانيين خالص فعلا فيهم، لحد ما أخس الخمسة دول خلصتهم افكر في اللي بعده، ما افكرش في اكتر من كده دلوقتي. فيبقى التارجت دايما بالنسبه لي 5 كيلو بالظبط، اللي هو انا اخدها واحده واحده وابدا، بس ان هي مرحله ان انا ابدا الاول في نظام الدايت بتاعي او تغيير اللايف ستايل بتاعي للاحسن والافضل. وان شاء الله باذن الله بمجرد ما ابدا وابتدي امشي المشوار في اول خطوه ان شاء الله واحده واحده هكمل وهوصل لحياه صحيه افضل. احنا مش عايزين يا جماعه نتابع نظام دايت، لا احنا عايزين يبقى لايف ستايل، نظام حياه. لان انا لو عملت نظام دايت ومشيت عليه اسبوع واتنين ولو فشلت فيه للاسف هخش في مرحله اكتئاب يا دكتور احمد. وده طول ما انا بدايتي ان انا هدفي ان انا اخس، فخسيت كيلو مش مقتنع، اتنين مش مقتنع، ما خسيتش خالص مش مقتنع، خسيت 10 حتى مش مقتنع، لان انا هدفي دايما الرقم الكبير وهدفي ان انا اخس. مش عايزين ده يبقى هدفنا زي ما حضرتك قلت دلوقتي، احنا هدفنا ان احنا نعيش حياه سليمه صحيا عن طريق ايجابيات وهنعملها وسلبيات هنتوقف عنها، ومع الوقت النتيجه بتاعت ده ان احنا هنخس، وده هيحصل ان اجلا او عاجلا ما نستعجلش عليه. فمرحله التهيئه مهمه جدا 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 لمريض السمنه او لاي حد عايز يخس، انه يكون مهيئ نفسه نفسيا على النقطتين دول. النقطه الاولى ان العمليه تمشي بالتدريج مرحليا، والنقطه الثانيه ان هو احنا بنغير عادات مش بنخس كيلوجرامات. صح، ومش حرمان يا جماعه. والنهارده دوت هدف المبادره بتاعتنا تخسيس بدون حرمان، مبادره مصر 2020 المقدمه من شركه هيلثي لايف، تخسيس بدون حرمان، تخسيس صحي وامن. بنوصل مع ان شاء الله باذن الله مع الشركه وبرعايه الشركه، والارقام موجوده على الشاشه لافضل نتائج النزول الوزن الامن والصحي. الموضوع مش متطلب منكم كتير جدا، مجرد هي بس خطوه هنبدا فيها وخطوه لازم نقبل عليها، ولازم يكون معنا فريق طبي متكامل متابعنا، مش احنا بس اللي ماشيين لوحدنا، كمان لازم يكون في دعم من الاسره ودعم طبي طبعا يا دكتور.
لازم يكون كل اللي حوالينا بيساعد مريض السمنه ان هو يوصل لافضل نتائج اللي هو مستنيها من خطوه الدايت. اللي حوالينا دول بقى نقطه مهمه جدا طبعا، من تنمر بقى و يعني يعني انا يعني بالذات الاسره او الاصحاب اللي هي الدايره القريبه اللي حوالين الشخص اللي بيخس محتاجين منهم حاجتين اساسيتين. تمام. اول نقطه التشجيع مش التنمر بقى، يعني انت صح. انت بتتنمر بتهزر وده بيسبب احباط، انت احنا ما نعرفش الاثر النفسي. الدعم النفسي مهم جدا، الاثر النفسي على الشخص اللي بيخس ده لما نقول له كلمه كده من على باب الهزار مثلاً. سلبيه احنا مش متخيلين حجمها قد ايه. طبعا فاحنا محتاجين ان هو يكون فيه اول حاجه تشجيع، تشجيع باستمرار. انت خسيت كمل، انت خسيتي تمام قوي كده، انت بس يعني كمان شكلك احسن النهارده. بالظبط. كلام بسيط وخصوصا من الناس اللي في البيت، بلاش الكلام المحبط اللي هو ايه مفيش فايده وانت مثلا قاعد يعني هي استفردت بصينيه المكرونه بشاميل بالليل وكلتها، يعني عديها ما تقعدش تقول لها بقى انت خلاص فشلتي ما كمليش، مفيش فايده فيكي، انت عملتي مش عارف ايه بتاع شوكولاتايه بتاع، احنا عارفين الناس هتضعف في النص. صح. فمحتاجين دعم باستمرار. غير التشجيع محتاج ان انا اشارك. بالظبط. يعني ايه المانع ان انا لو يكون عندي مثلا اخويا ولا اختي ولا زوجي ولا زوجتي ولا اي حد بيخس جنب معايا في البيت اشجعه طبعا، اشاركه، ننزل نمشي ساعه سوا، نمشي سوا. صح. ناكل حاجه، نحاول نغير نظام اكلنا، الاكل الصحي في البيت، يعني لازم نبدا بخطوه زي كده. البيت كله يمشي بنفس الطريقه، ايه المشكله؟ هو ما هي نظام غذائي، ما احنا متفقين ان احنا مش بنعمل حرمان، احنا بنعمل نظام غذائي سليم حتى لو انا رفيع مش تخين. صح معاك حق. اصلا انظمه الدايت للاسف لما بتفشل بتؤدي الاكتئاب وبتؤدي الاحباط وبتؤدي يعني للاسف بتودينا لاثار سلبيه سيئه، فاحنا عايزين لما نبدا في حاجه نكملها، ومش هنكملها غير بدعم نفسي من كل اللي حوالينا، من دعم نفسي مثلا فريق طبي مثلا متميز ونثق فيه. الموضوع بقى اسهل بكتير قوي يا جماعه مع كورسات التخسيس اللي نازله معانا ان شاء الله باذن الله، لانها بتديكي شعور قوي جدا بالامتلاء. موضوع الجوع يا دكتور العاطفي، والجوع اللي انا طول الوقت حاسس ان انا جعان وحاسس ان انا عايزه اخش اكل، خصوصا في فصل الشتاء، يعني اكيد ده برضه في حاجه اسمها الجوع العاطفي. صحيح. نحاول نعالجه ازاي؟ هو بيبقى السنسور بتاع تحس ان السنسور بتاع المعده بتاع البناء بتاع المخ بتاع الجوع فيه عطلان، يعني من كتر الايه اللي هو ايه، كل ما بجوع باكل وكل ما بحس ان انا جعان باكل، فالعمليه بتزيد، بيبقى جوع مش حقيقي. فاحنا مبدئيا في كام فكره كده وانا جربتهم نفسيا كده مع اكتر من حد. اتفضل. اول حاجه، لو انا كنت في وقت من الاوقات قبل كده، يعني مش من يومي وزني زايد، ليا صور بقى كده وانا فت والدنيا تمام، جمع الصور دي على موبايلك، ودايما كل ما تحس بالجوع بص على الصور، اتفرج على الصور، اتفرج على الصور، او حطهم على باب الثلاجه. ولو تقدر تطبعهم مثلا تعملهم في كل حته، اعمل ايه، ولوحات في كل حته، وممكن نحط لوحه على باب الثلاجه كده باسم يتخين مثلا. لو في ناس ممكن تتكلم نفسها يعني ليه علاج بالصدمه. واحد يقول لي يعني مثلا كتب على البتاع عشان امشي يا كذا، هو عارف وبيقول لنفسه ايه عشان ايه، عشان امشي من هنا مش عارف ايه. فلو حتى ممكن تفكرني، الحاجات دي بتفرق جدا. صوري وانا فت عشان انا عايز ارجع لده تاني. صح. حاجه كمان موضوع الجوع، نصعب الوصول للاكل. يعني انا طول ما الدنيا سهله حواليا والوصول للاكل سواء كان من بره دليفري مثلا او حاجه او اكل تيكاوي او اكل مطبوخ جاهز قدامي، طول ما الدنيا سهله حواليا كده بيبقى ايه، بشيل واكل. نمنع الاكل في البيت؟ لا، نخلي الوصول للاكل صعب. احنا يعني ممكن نعمل حاجه، ما يبقاش مطبوخ جاهز، ما يبقاش الاكل جاهز دايما. تمام. قدامي الحاجات اللي جاهزه اللي هي الخضار، الفاكهه مغسوله وجاهزه. طب ايه راي حضرتك بقى النهارده ان كورساتنا ان شاء الله باذن الله بتقفل الشهيه بنسبه 75%؟ دي خطوه مهمه جدا والله العظيم. فعلا ونتائج ممتازه، ونتائج يعني ان شاء الله مشرفه جدا بتظهر معانا على الشاشه. مجرد ما مثلا الحاله او المريض السمنه بياخد مثلا الكورس بتاعنا من شركه المقدم من شركه هيلثي لايف، بيوصلنا ما شاء الله لمراحل يعني امتلاء، يعني الناس بتعاني ان مثلا تبقى والدتها عامله الاكل، يا دكتور انا مش عارفه اكل، ماما النهارده عامله لنا كذا وكذا وكذا، انا مش عارفه اكل، ايه الحل؟ فدي برضو فكره كويسه جدا ان احنا نحاول ناخد حاجه تديني شعور قوي بالامتلاء، تديني شعور ان انا شبعان على طول، مش محتاج ان انا اروح الثلاجه بالليل اخش. بالظبط. المشكله ما بقتش في الاكل يا جماعه على قد ما بقت انا باكل قد ايه، يعني الاكل عمره ما كان مشكله، عمره ما كان بيسبب سمنه، ويعني ربنا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. اهم حاجه ان انا احرق ده، يعني يستخدم. بالظبط. اكل كميات بسيطه جدا، يبقى انا على طول عامل نفسي يعني لايف ستايل. بالظبط يا جماعه، انا مش هفضل طول عمري ماشي على نظام دايت، عمري ما همشي طول حياتي على نظام دايت اللي انا طبق السلطه موجود، يبقى طبق السلطه ده اساسي في حياتي،
مثلا ببدا بالشوربه بتاعتي، يبقى الشوربه دي طبق اساسي مثلا موجود. باكل بروتين عالي، لازم يبقى عندي نسب اكل صحيه تخليني امشي عليها طول الحياه، مش انا همشي مش على نظام دايت وارجع افشل يدخلني في مرحله اكتئاب. هو ده حسب الكالوريز، نعالج الاكتئاب. وبعدين المشكله في ان الموضوع بيبقى محبط قوي يعني جدا، بيقع سنين بقى، كيلوات ويزيد يزيد يزيد، والموضوع بيبقى ازمه نفسيه كبيره، ان هو مفيش فايده خلاص، بيضيع فرص كتير جدا على الناس السن يا دكتور، بتؤدي للاسف للمشاكل عضويه صحيه عضويه صحيح. ومشاكل نفسيه، تلاقي مريض السن على طول عنده يعني حته يعني ثقة النفس مهزوزة شوية، يعني بلاحظها في معظم حالات اللي بتتابع معانا، يبدأوا يرجعوا زعلان على نفسه دايما وحزين، ويبدأ يفكر في الجراحات وفي الحاجات دي. انت ايه رأيك في موضوع الجراحات ده صحيح؟ لا والله انا اخر حاجة فكر فيها واخر حاجة برشحها لمريض السنة، يعني خلينا نبعد عن الجراحات طالما في عندي كورسات ناجحة ومواد عشبية عالية جدا وامنة تماما ما فيش منها اي مشاكل صحية، ليه ما ابدأش الاول بيها مثلا اجرب شهر واثنين وثلاثة، خصوصا هي محققة نتائج فوق الممتازة. وبعدين الكورسات معانا شغالة على ايه يا دكتور؟ شغالة يعني اللي هو انا الحرق بيتضاعف طبيعي في الجسم ما شاء الله، التوت بري الجسم بيتفاعل مع الكورس بشكل طبيعي بالظبط جدا وبيوصل لنتائج فوق الممتازه، مثلا من 8 ل 12 كيلو في الشهر، ده ما شاء الله يعني تارجت هايل جدا لاي حد عايز ينزل في الوزن. بس هي دي الفكره كلها، والكورس بيبقى شامل طول اليوم، اللي هي حاجه شغاله معايا 24 ساعه في اليوم. هو لو تعاملنا نفسيا مع ده كمان، يعني لو احنا معانا الكورس وقدرنا من خلال استعاده الثقه في نفسنا وتشجيع الناس اللي حوالينا وشويه افكار كده ان احنا بره الصندوق، ازاي افكر نفسي ان انا لازم اغير من نفسي، لازم اوصل لنفسي لمراحل صحيه افضل، لازم ابدا. ويا جماعه الموضوع بقى اسهل مما تتخيلوا، خلاص الدنيا كلها بقت يعني ما شاء الله في متناول ايديكم، الكورسات موجوده بتديكي شعور قوي جدا بالامتلاء، بتساعدك ان انت تمنعي اكل على قد ما تقدري، بتضاعف معاكي معدل الحرق. مبادرة مصر 2020 برعاية شركة هيلسي لايف مقدمة لكم النهاردة، يعني للوصول لأفضل نتائج، الحصول على الوزن المثالي والتحدي السن يا جماعة، وإن شاء الله بإذن الله اللي هيخش معانا في التحدي، مش عايزة أقول لكم المفاجآت النهاردة عاملة إزاي، هنقولها مع بعض إن شاء الله. خصم 50% وكورسات مجانية إن شاء الله بإذن الله بمجرد الاتصال على الأرقام الموجودة على الشاشة. وعايزين نتكلم على حاجه تانية يا دكتور برضو، كنت عايزه حضرتك تفيدنا فيها، الا وهي استنى بس اجيبها لحضرتك. ايوه هي دي، اقولها لحضرتك بقى، مش عارفه ابدا يعني نسيتها والله. اقول لك انا حاجه احسن. اتفضل يا دكتور. اقول لك احنا عشان اتفقنا ان احنا عندنا عادات ايجابيه عايزين نعملها وعادات سلبيه عايزين نبطلها. طبعا. تعالي نقول للناس كده ايه هي العادات السلبيه اللي احنا محتاجين نبطلها الفتره اللي جايه مع الكورس ومع اثناء اتباع الدايت او اثناء تنفيذ عمليه النظام اللي هي نقص الوزن. فاول حاجه ما ناكلش وننام، يعني خلي في ساعه او ساعتين بين فاصل قبل الاكل والنوم. صح، دي اول نقطه. يبقى اول حاجه ايه؟ مش هناكل وننام، هناكل نقعد ساعه ساعتين كده وبعدين ننام. تاني حاجه مش هناكل متاخر، والدكتوره طبعا هتوضح لنا بعد شويه فكره كل الاكل اللي باكله قبل النوم بيتحول لدهون للاسف. بالزبط. هي دي المشكله كلها. وجبه الفطار كمان يا دكتور لازم ننوه عليها طبعا ان هي وجبه مهمه جدا جدا جدا. التوزيع التوزيع الغذائي عندنا معكوس، يعني احنا اتفقنا خلاص احنا مش هناكل وننام، تاني حاجه مش هناكل متاخر، هنخلي الاكل بدري، كل ما كان الاكل بدري الاكل المهم دايما هو بيكون في فتره الصبح والظهر، بيديك طاقه طول اليوم وكمان بيشغل معدل حرق الدهون في الجسم. دول نقطتين. بعد كده عندنا ان احنا عاده ان احنا ما بنشربش ميه كتير، لا نشرب ميه كتير. صح. وقبل الاكل اخر حاجه ان احنا الحركه قدر المستطاع، المشي طبعا سحر لان مش بنحس فيه مجهود، مش زي الجري مش زي الجيم. بالظبط. المشي مش بنحس فيه بمجهود كبير لكن له اثر كبير جدا، اثر نفسي حتى كمان، مريح نفسيا طبعا. فالمشي بيعمل ريلاكسيشن، بيفقدنا سعرات من غير ما نحس، بنمشي نتمشى كده مع حد بنحبه، بنسمع حاجه، المهم ان احنا نعمل ده في حركه باستمرار. حاجه تانية بقى عاده الكسل اللي هو الريموت. احنا قلنا المشي، الريموت، النوم لفتره طويله، ان انا مثلا عندي عاده ان انا انده على كل اللي حواليا في البيت، هات لي تعالى، لا احنا عايزين نغير العاده دي، وعايز تغير حتى تغير حاجه في التجيب مثلا، ما تخليش الموبايل جنبك، خلي الموبايل بعيد، الريموت بعيد عنك، ونقوم نتحرك نعمل ده
نعود نفسنا على الحركة. أصلا السمنة بسبب برضو يا دكتور اللي هو كسل وخمول وإن أنا مش عايزة أتحرك وحاسس بتقل وحاسس معرفش رغبة في عدم الحركة ورغبة في النوم الكتير اللي هو هروب من الواقع بمعنى أصح. وهو هروب من الواقع الدوره الدمويه طبعا يعني هروب من الناس اللي حواليا برضو. انا برضو مش حابب ان انا اخرج والبس واقابل الناس, ما انا ما عنديش الثقه في النفس اللي انا البس مثلا الطقم بتاعي وانزل اقابل الناس. انت عارفه انا اعرف شخص كان يخس من الناس القريبين ليا جدا, تمام, وبعدين لما كان يحس بالجوع قوي وهو بره بره البيت في شغله هنا ولا هنا, أيوه, كان يدور على الناس الشباب اللي معديين حواليه ويكونوا فت مش تخيل ويقعد يبص عليهم ويقعد يبص لهم, هو مش بيحسدهم, يقول لي والله مش بحسدهم, لا هو خدهم هدف, انا بوصل له عشان بيقول لي كنت ابص لواحد مثلا خمس دقائق نفسي تتسد. يعني هو بيتعامل مع نفسه. صح. يعني انا المثل الشعبي القديم يقول لك الانسان طبيب نفسه. صح. كل واحد عارف ايه التكات اللي تحسسه بالجوع او لا, او فكر في اشتغل على نفسك ايه اللي ممكن اعمله عشان يخليني ايه العادات اللي انا بعملها تانية سيئه ممكن اغيرها علشان نفسيا ابقى مؤهل وابقى استعيد الثقه في نفسي. في حد لما يجيب لبس على قد مقاسه خلاص بيريح, لا حاول قدر المستطاع طول ما انا لسه وزني زايد ما اجيبش لبس جديد. يا دكتور والله بقى مشكله وازمه فعلا, المقاسات كلها تحس ان هي قد كده, وفعلا مريض السنه بيواجه الازمه دي وهو بيشتري ملابس بيشتري هدومه, وكمان السنه يا جماعه بقت مرض للاسف, يعني مرض وبيسبب امراض ثانيه عضويه كتير. انا بعرف حالات كتيره جدا للاسف بتوصل لمرحله السكر من النوع الثاني بسبب ان هي مريضه سمنه كتير وضغط وكل حقيقي وضغط عالي طبعا بيعلى, وللاسف زياده في ارتفاع ضربات القلب بسبب ان هو مش قادر يعمل مجهود. صح. مش قادر يتحرك, فدي كلها يا جماعه اضرار كتيره جدا 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 مترتبه للاسف على حاجه واحده بس الا وهي مرض السمنه. لا السمنه للاسف ما بقتش مرض بس, لا بقت اسباب لامراض ثانيه كتير منها امراض نفسيه زي ما دكتور احمد وضح لنا النهارده وبين لنا, وللاسف منها امراض عضويه كتير زي ما هيبين ان شاء الله باذن الله معاكم في حلقات تانية كتيره. بشكر استاذ احمد معايا النهارده نورتنا, وان شاء الله فتنا جدا, يعني ربنا يبارك في عمرك. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله باذن الله. ازاي تبقى شخص واثق في نفسك ومظهرك؟ الوصول للجسم المثالي هو حلم كل شخص فينا, سواء كبير صغير بنت او حتى راجل, وفي سبيل تحقيق الحلم ده بنضطر للاسف نصرف فلوس كتير ونبذل مجهود اكتر, بس بنتصدم بمشكله تانية وهي اللي هنتكلم عنها النهارده في حلقتنا, وهو ازاي نخس بدون ما نبقى شايلين عبء الرجيم وحاسين ان فتره عقاب ما بتنتهيش. كتير مننا بيقف متردد قدام خطوة الرجيم عشان الأحاسيس والطاقة السلبية اللي بتظهر في الفترة دي, وده اللي بيخلي كتير مننا يوقف رجيم بعد فترة قليلة جدا وما يكملش. فإذا كان حلم الوصول للوزن المظبوط هدف, فأهم خطوة لتحقيقه هي الحالة النفسية السليمة أثناء الرجيم. أسئلة كتير جدا بتواجهنا في موضوع الرجيم هنعرف إجابتها كلها في حلقتنا النهاردة من برنامجكم مظبوط بالميزان تحت مبادرة مصر 2020 ضد السمنة برعاية شركة هيلثي لايف لأفضل منتجات التخسيس والتجميل. مبادرة مصر 2020 ضد السمنة برعاية شركة هيلثي لايف. لو نفسك تخس وتوصل لوزنك المثالي اتصل بينا هاتفيا أو واتساب واحصل على كرسي تخسيس مجانا. أعزائي المشاهدين في فقرتنا من البرنامج مظبوط من ميزان الفقرة الثانية, واللي هنعرف دلوقتي منها من دكتورة نور إن أول حاجة عايزين نعرفها إزاي نساعد مريض السمنة على التخلص من الوزن الزائد. قولنا بقى يا دكتور إزاي نعمل حاجة زي كده مع مريض السمنة بحيث إن هو دلوقتي الدنيا بتبقى عنده غير مظبوطة, ما بيعرفش يرتب خطواته إزاي, فإزاي إن إحنا نمهد له أول حاجة يتخلص من الوزن الزائد. طيب أول حاجة أنا هتكلم معاكي في حاجة, أنا رديتك نظام دايت ومشيتي عليه تمشي عليه قد إيه؟ ما بيكملوش كام يوم. طيب يعني الموضوع دلوقتي ما بقاش نظام دايت قد ما هو بقى نظام لايف ستايل, نظام حياه. يبقى انا لما كل اما تيجي مثلا مريضه السمنه او مريضه السمنه واديله لايف ستايل يمشي عليه, للاسف انا كده
يعني ممكن اوصله لمرحله تودي لي الاكتئاب، لان كل ما يمشي على نظام دايت عمره ما هيستمر عليه شهر اتنين تلاتة، للاسف هترجعي تاني تعيدي الموضوع من الاول. طيب النهارده مبادره 2020 مصر 2020 تمام، اللي هي تحدي السمنة، تحدي السمنة برعاية شركة هيلسي لايف، بتقدم لنا ايه؟ الحل البسيط للسمنة يا جماعة، افضل كورسات التخسيس الامنة مكونة من اعشاب طبيعية يا جماعة 100%. الفكرة كلها ان انا عايزة اوصل بيك المرحلة من الاشباع طول اليوم او مثلا حوالي 18 ساعة في اليوم، انت حاسة بشعور قوي بالامتلاء، ما عندكيش رغبة يا سارة ان انت تروحي تفتحي التلاجة وتاكلي. هي دي الخطوة الصحيحة ان انا لازم احط عليها قدم مريض السمنة. اول حاجة اعملها معاه ان انا اوصله المرحلة ان هو يكون عنده اكتفاء ذاتي من الاكل، ما يفكرش في الاكل كتير، مش طول النهار همي ان انا افطر، بعد ما افطر اخد سناك، بعد السناك هنتغدى ايه يا جماعة، بعد الغدا هنحلي بايه، طب بالليل هنتعشى ايه، طب ايه التسلية اللي انا هاكلها. طب انا لو دخلت مريضة السمنة في الحوار ده كله عمري ما هوصل بيه النتيجة اللي انا مستنيها. بس في دكتور ناس ما تقدرش تسيطر على نفسها في الاكل اصلا. ما عشان كده احنا النهاردة عاملين مبادرة مصر 2020 يا جماعة برعاية شركة هيلثي لايف، اللي بتقدم لنا افضل كورسات التخسيس الامنة والصحية والفعالة ونتائج ممتازة، هنشوفها ان شاء الله على الشاشة معانا. وتواصلوا بسرعة على الارقام اللي على الشاشة بتاعت شركة هيلثي لايف يا جماعة، في ما شاء الله عروض ممتازة النهاردة يا سارة، عروض خصم 50%. ده يا دكتور انت تقدري كده تقولي ان احنا عايزين نوصل للعلاج الامن الفعال لمرضى السمنه. انا ليه بديك ده نقدر كورس نوصله ازاي لمريض السمنه؟ انا ليه بديك الكورس يا ساره؟ انا عايزه اعودك بس ان الكورسات ميزتها الوحيده ان هي شغاله معايا على نظام تكميم المعده، بدل ما ادخلك في جراحات تكميم معده، لا انا بديك الكورس تمشي عليه شهر واثنين وثلاثه. الكورس عباره انت لما تقعدي مثلا شهر واثنين ثلاثه بتاكلي كميات اكل بسيطه، خلاص مع مرور شهر والثاني والثالث ايه اللي بيحصل؟ جسمي بينزل. انا معدتي عامله زي البالونه بتتعود على كميه الاكل البسيطه، خلاص يعني المعده بالظبط بالظبط حصل لها عمليه تكميم بس بدون تدخل جراحي. يبقى انا كده وصلت لمريض السمنه اللي انا وديته خلاص على بر الامان زي ما بيقولوا. عرفتك ازاي هتمشي على نظام لايف ستايل، ده غير طبعا في فريق طبي قايم المتابعة مع المريض، مش احنا مستايبينه دي وكدا. حاجه بتبقى سد النفس الشهيه، سد الشهيه خالص، بنقفل الشهيه تماما خالص. اللي هو طول النهار عندك احساس شبع عالي جدا، مش يعني مايك مش رايحه للاكل. المشكله ان احنا بنحب الاكل، شعب اكل بطبعه، دي حاجه. والحاجه الثانيه في ناس عندها موضوع الاكل العاطفي، اللي انا زعلانه انا تخنت انا تخنت انا زعلانه انا هخش اكل، انا فرحانه مبسوطه عندي مناسبه حلوه اخش اكل. كل مناسباتنا طبعا لازم يبقى فيها الاكل، فموضوع الاكل هو المشكله مش في الاكل، عشان برضو نكون ايه صراحه مع المشاهد ومع اللي بيتابعونا، المشكله في كميه الاكل اللي انا باكلها. انا على طول بقول للمحلات بتاعتي ايه، كل اللي انت عايزاه، انا ما عنديش مشكله مع اي اكل، كل اللي انت عايزاه بس الكميه قد ايه، هي دي بقى بسيطة اللي تفرق معايا. او تقسمها على وجبات بالظبط، يعني انا ما يعني مش هتجيب حد مثلا بيحط طبق رز قد كده لحد بيحط طبق رز قد كده. ايوه صح صح. بس في ناس ما عندهاش القدره يا دكتور ان هي تقدر ما تعمل، ما دي بقى اللي بيقدمه النهارده شركه هيلثي لايف يا جماعه، اللي هي مقدمه لنا يعني عارفه يعني ايه اما واخد كورس مثلا كل مواد عشبيه عاليه جدا، توت بري، جرسينيا، حاجه قهوه خضراء، شاي اخضر، حاجات كلها ده طبيعيه. متاح لكل الناس ولا فئه معينه؟ اللي بيقول لنا بقى النقطه دي يعني الفريق الطبي بتاع الشركه ان شاء الله باذن خلال اتصال المشاهدين على ارقام هم يعني في فريق طبي بيرد عليهم كمان، مش موضوع بقى ان انا لان في ناس يا دكتور بتاخد الادويه بتاخد الحاجه من نفسها من غير نفسها ما تكون عارفه هي طبيعه جسمها ماشي ازاي. لا طبعا لازم اعرف الاول السن والحاله العمريه ايه والحاله الصحيه كمان، مش هينفع عادي مريض الضغط زي مريض القلب زي الانسان العادي الطبيعي هديله نفس الكورس. يبقى انا كده لازم يبقى عشان كده لازم يبقى في فريق طبي متابع مع الحالات بتاعتي، عشان كده لازم نتصل على الارقام طبعا نعرف الحاجات اللي نازله والمتاحه والعروض وخصومات ال 50% النهارده فرصه للنهارده المبادره بتاعتنا مصر 2020 لتحدي السمنه المقدمه من شركه هيلثي لايف، عامله عروض جميله جدا 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 على كورسات التخسيس بمناسبه مرور 3 سنين على انشاء الشركه دي بمناسبه المبادره ان شاء الله. ان شاء الله يا السمنة بقت مرض للأسف يعني عامل لنا مشاكل كتيرة جدا والله، حقيقة مشاكل نفسية زي ما ذكر أستاذ أحمد البدوي كده، وللأسف مشاكل عضوية أنا للأسف بقابلها وبشوفها بعيني في المراكز عندنا. مرض سكر، ما كانش أصلا ما فيش سكر وراثي في العيلة، أنت فاهمة؟ وتلاقي طفل صغير وصل مثلا لمرض السكر من السمنة، ولا والده ولا والدته عندهم سن، ولا مثلا في تاريخ وراثي في العيلة يثبت إن هو مثلا ممكن يجيله مرض زي السكر. طب انت حبيبي السكر ده سببه ايه؟ ان السمن الوزن عالي، الطفل طول النهار شغال اكل حلويات، بونبوني، شوكولاتات، شيبسيات، دي مش عارفه ايه، دي حقيقه. طيب ما ده كده غلط، يبقى المشكله مش في الاكل قد ما هي في كميه الاكل اللي انا باكله. يبقى انا لازم احط مريض السمنه
على مثلا خطوه على بر الامان ان انا وصلت لمرحله اشباع عاليه جدا، الحرق شغال في جسمه، حتى كميه الاكل الصغيره اللي انا هاكلها دي ما هي برضه هتتحرق. هتتحرق عن طريق ايه؟ عن طريق الكورسات اللي معانا، عن طريق النظام اللي احنا بنديه للحاله، مش نظام دايت، لان الناس زهقت من كلمه نظام دايت والقعده في عيادات التخسيس، الناس ملت من الموضوع ده وما بيكملوش فيه، يعني يبداوا يوم اتنين اسبوع وبعد كده محدش بيكمل فيه. انزلي شوفي يعني اي جيم موجود دلوقتي للاسف بتلاقي اللي راح دافع الاشتراك ومفيش حد بيروح اصلا للاسف. دي حقيقة. احنا مشكله ما عندناش ثقافه كمان اللي احنا ننزل نمارس الرياضه ونتمشى ونروح ونيجي، فالناس بقت بتدور على حل سهل وفي نفس الوقت يكون امن على صحتي، ما يودنيش اي اضرار صحيه تماما، ما يكونش ليه اي سايد افكت، عشان خاطر برضو ان احنا ايه، بصي دي صحه وانا بخس عشان احافظ على صحتي، فبالتالي لما اجي اخس لازم اخس برضو بطريقه صحيه، ما ينفعش ادخل اي مواد كيميائيه داخل جسمي خالص اثناء مرحله التخسيس. لازم الكورس اللي انا باخده يكون من ناس فعلا ثقه، ناس امان، ناس عارفه يعني ايه يعني انسان انا بتعامل معاه، شخص بني ادم روح، دي امانه لازم لما انا بتعامل معاها هتعامل معاها على اساس. ولازم الاول يا دكتور يعرفوا الحاله الصحيه بتاعتهم طبعاً. اذا كان مريض ضغط سكر قلب ايه اللي يناسب معاه، لان طبعاً. في ناس تنفع معاهم الحاجات دي وفي ناس ما تقدرش ان هم ياخدوا ادويه زي دي طبعا لازم. فبيبقى انظمه بقى رجيم كمان العمر كمان كمان بتفرق، مش هينفع زي مثلا واحد عنده 30 سنه زي واحد عنده 50 سنه زي واحد عنده 60 سنه، كل ما بنكبر في العمر كل ما بنتقدم في العمر الحرق بيقل شويه، الحرق بيضعف معايا. ما ده يا دكتور بلا انا عايزه اسال حضرتك فيه، ازاي بيتفاعل الادويه دي مع الجسم؟ بالظبط كده ده بقى الكلام العلمي اللي احنا هنتكلم فيه. انا دلوقتي مثلا لو خدت الكورس بتاعي بيكون عباره عن مثلا كبسولات، الكبسولات دي مكونه من مواد عشبيه عاليه جدا. انت عارفه انت لما تروحي مثلا تشتري قهوه خضراء من عند اي حد انت بتشتريها وعارفه ان انت واخداها، دي فعاله فعلا يا دكتور؟ طبعا جدا، بس الموضوع ما بقاش قهوه خضراء بس، ما بقاش شاي اخضر بس، ما بقاش يعني الموضوع مواد عشبيه زي مثلا الجرتينيا مثلا، التوت البري. عارفه ان ايه التوت البري دوت؟ ده ماده فعاله جدا جدا، مجرد لو خدتيها بس كده بتعلي معاك الحرق بطريقه ممتازه. طب والجنزبيل والقرفه والناس اللي بيحطوا الكوبايه على بعض دي كلها تنصحيهم بايه؟ بصي الحاجات دي برضو زي ما هي ليها فوائدها ليها اضرارها. للاسف لو في حد عنده شبه التهاب او قرحه في المعده بسبب معاه مشاكل كتير جدا، ومهما خدتي بقى مثلا جنزبيل على قرفه على مش عارفه ايه، مش هي دي اللي هتوصلك برضو للحل اللي انت عايزاه. الموضوع محتاج منظومه متكامله، منظومه متكامله. عشان كده برضو انا بقول ان الموضوع مش موضوع دايت بس ولا موضوع رياضه بس، لا الموضوع منظومه متكامله يا جماعه، لايف ستايل للحياه لازم انا امشي عليه، لازم انا اتبع خطوات صحيحه عشان توصلني لافضل حلول نزول الوزن الامن، لازم يكون في فريق طبي كبير جدا متابع معايا، ما ينفعش امشي لنفسي، ولازم الدكتور بتاع السمنه بالذات يكون يعني بصي يكون صديق العيله من الاخر كده، لازم يكون متاح ومتوفر دايما يرد على استفسارات الناس اللي معايا، مش مجرد بقى زياره في المركز بتاعي كل اسبوع او كل 10 ايام وبس على كده، لازم يبقى في تواصل على الواتساب. لو كمان يا دكتور هو لازم المريض نفسه ذات نفسه يكون عنده استعداد ان هو يكون عايز يخوض الخطوه دي، هي اهم حاجه الاستعداد. دي اهم حاجه الاستعداد النفسي ليه، هتوصله ان هو يخس وهتوصله ان هو ينزل لكل طبعا ده. انت بس بصي هو ده المطلوب بالظبط من المريض السمنه، ان هو يكون عنده استعداد، استعداد نفسي، بس انت بس خد القرار استعد، واحنا ان شاء الله باذن الله معاكم ومكملين ان شاء الله للمثالي، ومعانا حالات ما شاء الله يا ساره يعني ممتازه يعني ما شاء الله بتاع 8 ل 12 كيلو في الشهر. طب ده بقى طيب يا دكتور معدل النزول الحرق في الكورس ده بالنسبه لاي حاله او بتبقى اوزان معينه من نسبه كذا لكذا، مثلا نسبه مثلا فوق ال 100 او تحت ال 100، ده بيبقى ليها معدل حرق معين؟ بصي مش معدل حرق معين، على قد ما استجابه كل جسم ايه. في ناس ما شاء الله عندها الحرق عالي جدا، وفي ناس تحس ان هي عندها الحرق يعني ما فيش خالص، تبقى جينات وراثيه عامه، مش عيب فيا ولا فيكي، لا ده هي جينات وراثيه. فالموضوع كل ما ايه على استجابه جسم، حسب استجابه كل جسم. في ناس بتنزل 8 كيلو بس نازله مقاسات ممتازه جدا، في ناس بتنزل 10، في ناس بتنزل 12، الفكره كلها ان انت في استجابه في جسمك وفي نزول وده بيحصل. فهماني؟ هنكمل يا دكتور مع حضرتك بس بعد التليفون. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ياسمين، اتفضلي. معاكي ياسمين، ميرسي جدا. انا احب اول حاجه اشكر الدكتور نور على الوزن الرائع اللي انا وصلت له والحاجه الرائعه دي، حاجه طبعا يعني ربنا كان معايا ثم الدكتور نور. طبعا انا ما كنتش اتخيل نفسي ان انا اوصل للوزن ده عشان الدكتور نور، بصراحه ربنا لا حاجه رائعه جدا. كنت قد ايه ياسمين؟ كنت 106.5. ما شاء الله. وصلتي لايه؟ وصلت دلوقتي كده انا بلعب كده في ال 68. ياسمين من الحاجات الجميله جدا. عملتيها ازاي دي؟ والله ياسمين ازاي دي؟ برافو عليك. عندك دي
انا صورتي ليا وانا تخينه كنت ساعه فرح اختي، صورتي وانا رفيعه كانت ساعه شبكتي الاسبوع اللي فات. كان شبكتها الاسبوع اللي فات فعلا. طب انت ايه اللي انت حسيتيه ياسمين بقى؟ كنت نزلنا صوره ياسمين قبل وبعد. بصي حضرتك، انا بصراحه ربنا الدكتور هي اللي مشيت مع النظام، يعني انا اتصلت بيها بصراحه بسرعه جدا الحاجه جات لي، ومشيت على النظام ومشيت على المنتج صح، لقيت نفسي نزلت اول شهر 12 كيلو مفيش، مع النظام ومع المشي ومع الرياضه ومع الدكتور قالت لي عليه مشيت عليه كل حاجه بصحه جيده، وجسمي كان يحرق، انا جسمي كان مليان جدا. طب واحنا بنتكلم على الحته النفسيه، انت ايه رايك في شكلك قبليها وبعديها دلوقتي جداً. ايه انا حاسه ان انا اتولدت من عمر جديد بصراحه. ان شاء الله تكملي بقى، خلينا بقى على الوزن دوت ما نطلعش للاوزان الثانيه ان شاء الله، ولسه برده اللي جايه احلى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك يا ياسمين، الله يبارك. دكتور احنا كنا عايزين بقى نشرح اساس الكورس دوت بيمشي ازاي، يعني خطواته عامله ايه. بصي اول ما بناخد الكبسوله مثلا، لو خدنا كورس كامل كبسولات واعشاب ونقط، وده على طول اللي بتقدمه ان شاء الله شركه هيلثي لايف، ان الكورس يكون متكامل شغال مع الحاله 24 ساعه في اليوم ماشي. وفي اوزان مثلا عاليه جدا بنضطر نديها كورس مكثف نوعين كبسولات، تاخد كبسوله الصبح وكبسوله بالليل. ده يا دكتور اللي احنا بنتكلم فيه ان هي الاوزان اللي بتبقى فوق ال 100 بالظبط كده، يعني في اوزان مثلا من 70 مثلا ل 80 مثلا، دي ممكن نشتغل معاها بكورس ثلاثي كبسولات ماشي، اعشاب، نقط بتضاعف معدل حرق الدهون للجسم. هي ليه الشركه مقدم النهارده مقدمه لنا مثلا كورس ثلاثي او كورس مثلا نوعين كبسولات مكثف لحالات الاوزان العاليه؟ انا بس عايزه اضمن ان انا شغاله معاك 24 ساعه في اليوم، تحكم في شهيه ومضاعفه حرق. انت لما تقللي نسبه اكلك شويه تمام كده، وانا ضامنه ان الحرق شغال في جسمك بسبب مثلا نقط الحرق اللي بتاخديها والاعشاب الطبيعيه انت بتاخديها في الكورس، انا كده هضمن ان انت هتنزلي ولا لا. طبعا اكيد. زي ياسمين كده ما شاء الله نزلت اول كورس. ياسمين على فكره لا على فكره ياسمين والله اول مكالمه عارفه كلمتني كانت عارفه عندها حاله من الياس والله والاحباط، واللي هي كانت جربت حاجات كتيره جدا 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 وللاسف كان معظمها فشل، او مثلا بتجرب شهر وما بتكملش تمشي على نظام دايت. زمان قلت لك نظام الدايت ده كلمه خاطئه يا جماعه، في حاجه اسمها لايف ستايل انا بمشي عليه وبتبعه، انما انا اديكي ورقه دايت تمشي عليها شهر، بعد الشهر دوت تزهقي وتملي تقومي مقطعاها كده، ده كده مش ما يرضيش ربنا، حتى الناس هتزهق. فالكورسات اللي بتقدمها النهارده هيلثي لايف شغالة مع الحالات بتاعتنا 24 ساعة في اليوم، قلنا تكميم من غير جراحة، قلنا اشباع 24 ساعة، قلنا مضاعفة حرق للدهون المتراكمة في الجسم. انا بس بصي انا شغالة مع مريض السمنة على حاجتين يا سارة، اول حاجة بخفف كمية الاكل اللي هو بياكلها، فانا كده ضمنت ان اللي داخل للجسم خلاص بقى حاجات بسيطة، المعدة مع الوقت كل ما كمية الاكل بتقل كل ما المعده بتعمل بتزار. كده لحد كده كده خلاص بقى. انا ساعات الناس بتيجي تقول لي انا مش قادر انا بطل بطني بتوجعني. دي حقيقه. عارفه انت اللي بيشتكي من الموضوع ده الناس اللي عامله عمليه تكميم المعده اصلا. اللي هو بيبقى ده ممكن اللي عامل تكميم المعده دوت للاسف بقى من الاثار السلبيه السيئه لجراحات السمنه، ان بتاع تكميم المعده لو اكل ممكن للاسف يقوم يتقيأ اللي اكله، ما بيستحملش لقمه في معدته. لا احنا بالكورسات بقى ممكن يقول ايه بطني وجعتني مثلا من ربع رغيف خلاص، لان المعده خدت على كميه اكل قليله، وفي نفس الوقت بقى انا بعمل ايه، انا شغاله على حرق الدهون اللي متراكمه بقى في جسمي اللي في جسمه اللي هو مثلا البطن الارداف الحاجات دي كلها. هو بيشتغل على الجسم كله على اماكن تجمع الدهون. في ناس يا دكتور في ناس عندها تقول لك انا خسيت من فوق لكن لسه مثلا الجزء اللي تحت انا ما خسيتش منه، بطني ما نزلتش. الناس دي بقى ايه تشرب ميه كتير مع عنيدة بس مع قله حركه من الحاله اللي معانا ده لازم يلعبوا رياضه. ممكن بصي انا مش هقول لك مش الرياضه، لا الرياضه دي شيء يعني يعني مفيد جدا ولازم كلنا بقى يبقى ثقافه عامه اصلا ان احنا نمشي كل يوم ساعه، نعمل مثلا 3 ايام في الاسبوع رياضه، ننزل جيم. بس للاسف الثقافه دي للاسف مش متوفره في الشعب المصري والشعوب العربيه، فاحنا بنحاول نقدم لهم الحل اللي هو ايه الحل السحري زي ما بيقولوا كده على طبق من ذهب، ان انا ضاعف الحرق وانت قاعد في البيت في مكانك. اصلا للاسف عندي رباب بيوت للاسف ضغط الحياه ما بيخليهاش لا تنزل ولا تطلع ولا تقدر تروح جيم ولا تلعب رياضه، بيت واولاد وانت فاهمه طبعا واكل وشرب وزوج محتاج يجي يلاقي زوجه موجوده في البيت. فان انا اقول لها انزلي جيم دي برده مش عند كل حد متاح الكلام ده، فانا المطلوب مني انا كمتخصص ان انا اوفر له الحاجه الامنه الصحيه السليمه اللي تخليها تضاعف الحرق معاها وتضاعف لها الحرق وهي قاعده في البيت وهي في مكانها ما اتحركتش، بس مطلوب منها تتحرك بس شويه في البيت، ده المطلوب. اللي هو برضو ايه انا مش بشجع على القعده، مش بشجع على ان انا بقى قاعده بروطه او برطاطا يا جماعه عشان لا الحركه حلوه والحركه بركه زي ما بيقولوا كده بالبلدي كده البسيط،
يبقى انا كده وصلتك ان انا قللت كميه الاكل بتاعتك. مطلوب منك ان انت تتحركي حركه بسيطه في البيت، الحرق كده كده شغال معانا 24 ساعه في اليوم، مفيش اي مشكله. بس اقول لك اقعدي في البيت في مكانك ما تتحركيش، طبعا مش مطلوب. انا لازم اشتغل على نفسي بكل الجوانب، لازم اشتغل على نفسي بكل يعني بصي انا داخل حرب مع نفسي من الاخر دي حقيقه، فلازم اخدها يعني منع اكلي قل. الحمد لله الكورس ده ساعدني على كده. الحرق اشتغل، اقوم انا بقى اتحرك شويه، ايه المشكله؟ اشرب ميه كتير جدا، الميه بتعلي الحرق معايا. اعمل حسابي ان انا ادخل في كل الوجبات بتاعتي طبق السلطه، للاسف ده يعني ده مهم جدا، وللاسف على السفره المصريه مفيش حد بيحطه. طب انا عايزه اقول لك ان احنا ممكن نحط طبق سلطه كامل مش لازم نقطعه، يعني حطي لي خيارايه، طماطمايه، الكابوتشا، قرن فلفل رومي مش حراق لو ما بتحبيش الحراق، ما عنديش مشكله جدا. انا دايما اقول للحالات اللي متابعه معايا كده، لو زهقانه من طبق السلطه مالكيش خلق يا ستي تقفي تقطعي وتعملي، مفيش وقت. انا عارفه طبعا ضغط الحياه والوقت والظروف واليوم قد كده، طب خلاص انا عايزه الطبق يتحط كده على السفره، في خيارايه، في طماطمايه، في كابوتشا مثلا الخصايه بتاعتنا الحلوه دي، جزرايه، ده الحاجات دي المتاح الموجود المتاح الخضروات دي احنا ممكن متاحه نعمل. وجميله جدا والوانها حتى بيفتح النفس. وابداي بيه، ايه اللي يخليني ابدا بطبق الرز اللي هو كله نشويات وكله كربوهيدرات ويعلي معايا وزني ويعلي معايا للاسف شكل البطن كمان، ما بيبقاش عاطفي خالص بسبب الرز ده. الرز ده مصيبه لوحده، انت تتخيلوا حبه الرز اللي بيبقوا في قعر الحله صغننه لما بنحط عليهم شويه ميه. في ناس ما بتاكلش الا شويه دول. انت ايه رايك في حب لا لما انت عارفه لما الرز بيلزق في الحله بنحط عليهم ايه؟ شويه ميه كده عشان يدوب فك. تخيلي شكله بيبقى عامل ايه بعد ما انت عارفه الحبه اللي قد كده بيبقوا قد ايه؟ بيبقوا قد كده. صح؟ وده اللي بيحصل في بطننا، بناكل رز ونشرب ورا ميه للاسف. بس يا دكتور في مشكله، في ناس ما عندهاش القدره ان هي تنظم اكلها، يعني انت بتقولي طبق السلطه ده لازم اساسي، في ناس اصلا اكلها بالليل. تمام. وفي ناس اكلها يا دوبك مثلا هي وجبه واحده ما تقدرش تاكل اكتر من كده، طب الناس دي تعمل ايه؟ ماشي، الناس اللي اكلها بالليل دي طيب اكيد بتصحى متاخر. اكيد طبعا، فهتاخد الكبسوله بتاعتنا متاخر فهتقفل معاها الشهيه بالليل. دي العوامل بقى اللي تساعدها، احنا عايزين نديها العوامل اللي تساعدها، سواء بتاخد الادويه او مش بتاخدها، بحيث ان هي ترتب الاول يومها او نظامها، نومها، ساعاتها، ترتب اكلها بيبقى عامل ازاي، الميه كتير. نستبدل بقى الاكل اللي هو مش صحي باكل صحي. ما انا بتكلم في طبق السلطه ليه؟ بتكلم في طبق الشوربه ليه؟ بتكلم نعلي نسبه البروتين ليه؟ بتكلم في الخضار ليه؟ احنا ممكن نعمل الخضار وما ناكلهوش. ده في حال ترتيب الوجبات اللي حضرتك بتتكلمي فيه، في ناس ما عندهاش ترتيب وجبات. لا يبقى انا احاول بقى ما عشان كده بقول لايف ستايل مش نظام دايت. مع انا اصلا للاسف انا نظام يومي اصلا مش كويس ومش مظبوط، انا هخس ازاي؟ انا لازم اشتغل على نفسي بكل الجوانب يا جماعه. الموضوع مش موضوع ان انا هروح لدكتور ويديني ورقه دايت ويقول لي امشي عليها. لو انا ما اشتغلتش على نفسي بورقه الدايت دي وتعبت شويه واجيت على نفسي شويه، طب انا ممكن اصحى متاخر بس ما اكلش اكل يتخني. صح ولا لا؟ حقيقة. ممكن اسلق بيضتين واجيب علبه تونه مثلا، اسلق بيضتين مع طبق السلطه بتاعي بربع رغيف عيش واكلهم مع حته جبنه قريش. صح ولا لا؟ ممكن اجيب علبه تونه واعصر عليها ليمونه واكلها. فالمشكله مش في الاكل، المشكله فيا انا، انا باكل ايه؟ هي دي الفكره، انا باكل قد ايه؟ هي دي الموضوع. بعد ما مريض السمنه يا دكتور بياخد الكورس بتاعنا وبيمشي عليه، متابعه بقى بعد المتابعه الحاله بعدها، بعد الكورس طبعا المتابعه بعد الكورس اهم. يبقى لمده قد ايه؟ لحد ما نوصل بيه الافضل. بصي وزن مثالي هو كان بيحلم بيه. ممكن يحتاج كورس تاني على حسب هو رغبته بقى. انا مثلا ديت ساره خلاص، يعني مثلا ياسمين اللي لسه مكلمانا كانت 100 وحاجه تقريبا، وصلت ل 68 وكانت شبكتها على فكره الاسبوع اللي فات. ياسمين مثلا قعدت معايا 3 شهور تقريبا ماشيه على كورسات التخسيس، بس ماشيين ياسمين بصراحه من الناس الملتزمه. انا كنت بقول لها امشي ساعه يوميا، كانت بتمشي يعني ياسمين ساكنه في الحسين وشغاله في مدينتي، كانت ساعه يوميا بتمشيها. كان عندها هدف، كان عندها حلم، والحمد لله حققته. حققته بايه؟ تعب 3 شهور بس مش كتير والله، ان انا اوصل من 100 وحاجه ل 68. كان الكورس بيقفل معاها جدا وبيضاعف معاها الحرق، وكانت مبسوطه بده وكانت ما شاء الله يعني طايره كده. والحمد لله مجرد ما وصلت الوزن المثالي قدم لها عريس ابن حلال والحمد لله ارتبطت. طب هنختم بقى يا دكتور باخر حاجه هنقولها، ايه الكورسات المناسبه لكل فئه؟ هل كل فئه ليها كورس مناسب انت بتتعاملي معاه؟ بصي يا ساره، من اهداف المبادره النهارده تخسيس بدون حرمان، ماشي، تخسيس جميع الاعمار وجميع الاطياف. احنا معانا حالات اطفال بتخس معانا. احنا عايزين نعمل حلقه يا دكتور للاطفال لوحدها الاول،
عشان نبقى في امهات بتعاني من الموضوع ده وبتعاني من موضوع السمنه بالذات مع الاطفال. برضو موضوع السمنه مع الاطفال برضو يا جماعه، انت في ايدك تتصلي بطفلك لافضل حالات نزول الوزن يا جماعه. الام مفتاح كل حاجه، اللي بتخش المطبخ تعمل الاكل لازم يكون عندها هدف، انا بعمل الاكل بحافظ على صحه اولادي قبل ما بكون بعمل الاكل، مش فكره ان انا بخش اعمل اكل وبس، لازم اقدم اكل صحي للبيت كله. نشكرك يا دكتور نور، وان شاء الله هنكمل حلقات كتير باذن الله مع دكتور نور، وهنعمل حلقات تخص كل الفئات والاعمار، وتابعونا ان شاء الله في الحلقه الجايه مع ميزان بالمظبوط مع دكتوره نور ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبادرة مصر 2020 ضد السمنة برعاية شركة هيلثي لايف. لو نفسك تخس وتوصل لوزنك المثالي اتصل بينا هاتفيا أو واتساب واحصل على كرسي تخسيس مجاناً.